تحية طيبة متتبعي المغربي اليوم. نحن الآن نتواجد بالقرقرات، وكما تشاهدون العلم المغربي يرفرف عاليا بالمنطقة، والأوضاع الأمنية بمنطقة القرقرات وبمعبر القرقرات على بخير وعلى ما يرام، والفضل وكل الفضل يعود للقوات المسلحة الملكية والمجهودات الملكية. وسنترككم مع هذه المشاهد التي هي خير جواب على كل ما يروج من شائعات. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.